السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ التحضيري والكبار الصغار والكبار أيضا محو الأمية، نرحب بكم في ثانية في المدرسة الحرة للغات ليكول ليب دي لونغ ومع الأستاذ جمال جيجي في مواصلة حرف الألف، كيفية كتابة حرف الألف، ولكن هذه المرة كتابة حرف الألف بالحركات الثلاثة، بالحركات الثلاثة كيف ما الفتحة والضمة والكسرة. لدينا هنا فتحة، كيف نعلم الطفل أن يكتب الفتحة؟ نعلمه كتب هذا الخط أو هذا الخط فقط، تعليمه كتابة هذا الخط يكفي أن يتعلم هذا الخط، هكذا يكتب مرارا هكذا فتح 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 وينطق فتح 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 فتح. ضمة، كيف يكتب الضمة؟ الضمة هنا صعبة جدا على الأطفال الصغار، أنا أدرس الأطفال الصغار لغة عربية وأجد صعوبة في تعليم الصغار كيف يكتب حرف الضمة. أجد معظم الصغار يكتبون الضمة يعني بشكل صحيح. أول تعليم هو نعلم كيف يكتب دائرة صغيرة، ها هي دائرة صغيرة، دائرة صغيرة هنا، دائرة صغيرة هنا، دائرة صغيرة هنا، دائرة صغيرة، دائرة صغيرة، دائرة صغيرة، دائرة صغيرة، دائرة صغيرة، دائرة صغيرة. ثم بعد ذلك نعلمه نقطة هنا ونقطة هنا، يكتب شكل كحرف الراء هنا، حرف الراء صغير جدا، صغير جدا حرف الراء وهو صغير جدا. ثم بعد ذلك نجمع، ها هي الدائرة الصغيرة وهو حرف الراء، ها هي الضمة، نعلمه كيف نكتب هنا دائرة صغيرة ثم بعد ذلك نكتب حرف الراء، ها هو حرف الراء، هكذا كتبنا حرف الضمة، كتبنا الضمة، كتبنا له، استطعنا أن نكتب الضمة هكذا ثم بعد ذلك هكذا من هذه النقطة إلى هذه النقطة كتبنا الضمة. الكسرة شكل آخر، الكسرة ثم بعد ذلك الكسرة، كسرة هي هكذا الكسر، نعلمه أن يكتب الكسرة، الكسرة ثم نعيد عليه دائما أن يعيد هكذا فتح فتحة ضمة كسرة، فتحة ضمة كسرة، قبل أن أصل إلى السكون فتحة ضمة كسرة، فتحة ضمة كسرة، أن يحفظ هذا. ثم بعد ذلك نبدأ بالتجميع، ألف بالفتحة آ، ألف بالضمة أو، ألف بالكسرة الهمزة تأتي هنا إي، آ أو إي، آ أو إي. ثم نعيد عليه، ألف بالفتحة آ، ألف بالضمة أو، ألف بالكسرة إي. ثم نعيد عليه على أذن الطفل الصغير أو الإنسان الأمي، آ أو إي، آ أو إي. نتمنى أن هذا الفيديو قد أعجبكم ونال رضاكم. وحرف الألف بالحركة الثلاثة، ثم بعد ذلك نبدأ في الأسماء التي تبدأ بحرف الألف آ والأو والإي. إذا كان أعجبكم هذا الفيديو ديروا لايك، ومع تحيات المدرسة الحرة للغات والأستاذ جمال جيجي.